ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأربعة والخمسة يعملون دحرجة بنفس الوقت للعلامة الأولى، يتركون الكرة يثبتوها عند العلامة ويبدلون المراكز، كل لاعب يذهب إلى كرة اللاعب الآخر، تستمر دحرجة، ثبت الكرة عند العلامة، بدل المراكز، دحرجة، ثبت الكرة عند علامة، بدل المراكز، استدير بالدحرجة، دحرجة باتجاه الهدف، صوب على الهدف، ارجع خلف، من خلف الأهداف، خلف المجموعة. إذا هذا المربع أو المسافة بين العلامات 15 ب 15 ب 15، معناه راح يسوي بالمنطقة الوسطية 45 يارد دحرجة. وإذا هذا الركض بين العلامتين 15، راح يسوي 45 يارد ركض سريع. أضف إلى الدحرجة باتجاه الهدف، احسب حسابها، راح يصير عنده 4 دحرجة تقريبا، 4 اضربها في 15 ويصير عنده 30 45 يارد ركض سريع. منين جاء؟ من تبادل المراكز والتحول من كرة لاعب إلى زميله الآخر. فمن يدحرجوني يثبتوني يبادلون مركز، ثبتوا يدحرجوني يثبتوني يبادلون مركز، بالسرعة أطلب منهم بالسرعة، قف أمامهم، أنت هنا قف أمامهم، شو هنا، وركز على السرعة، السرعة كواليتي وسبيد، كواليتي وسبيد، جو هيد جو هيد جو هيد، اشحن اللاعبين، اخرج طاقتهم بأداء هذا التمرين. هنا يجب أن يزيد عدد اللاعبين إلى 5 أو 4 عشان تكون نسبة العمل للراحة جيدة، لأن هذا شدة عالية التمرين. فيكملون كل لاعب كم مرة تعمل؟ أنا المينيموم 5، الماكسيموم ما يزيد عن 8 بس. وإذا ردت ريبتيشن أكثر، أقصر المسافة ل 15، أسويها 10، يعني أسويها 10 بين العلامات، 10 بين العلامات، 10 بين العلامات، 10 طوليا و10 افقيا، فراح اقلل المسافه. من الممكن اسوي 8 مرات، من الممكن، وانطر 3 دقائق واسوي استحداث بسيط في التمرين، احنا نسميه الفايريشن، تنوع جديد، اوبشنز يسموه، خيار اخر للتمرين نسوي بعد ان نمضي فتره راحه. الخيار الاخر هو تنفيذ نفس الفعالية، دحرجة، ثبت الكرة، بدل المركز، دحرجة، ثبت الكرة عند العلامات، بدل المركز، دحرجة، ثبت الكرة عند العلامات، بدل المركز، اخرج من آخر علامة والعب مناولة جدارية مع اللاعب اللي أضفناها عشان نعمل معه مناولة جدارية تنتهي بالتصويب على المرمى من قبل 4 و5. 4 و5 يروحون مكان 8 و9، 8 و9 يلفون بالهرولة من خلفهم الأهداف ويروحون خلف المجموعات، يستمر التمرين دون توقف. إذا هناك أعطيت 5 وهنا أعطيت 5 لكل كبل، لكل زوج، معنا 10 مرات هذا التمرين، معنا اللاعب صوب 10 مرات، نسبة الركض عالية تصير. فمن المستحسن إذا كانت المسافة 10 ياردة اوكي ما في مشكلة، لكن إذا المسافة 15 ياردة أعطي هنا 4 مرات وهنا 4 مرات. وأتمنى الموفقية لجميع المدربين العرب، يا رب أنا داعم للمدربين العرب ونتحمل مسؤولية يعني تطوير مهاراتهم التدريبية وتجهيزهم ب يعني مصادر متنوعة للتدريب. الآن أركز على التمارين، 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 أنا أسمي التمارين حقيبة المدرب أسميها، زين. فإن شاء الله نتحول إلى مواد ثقافية أخرى جيدة، لكنني ما أحب الشرح ولا أحب النقد ولا أحب الكوبي بيست، أحب أضع أوريجينال وأحب أضع شيء يحتاج المدرب. ما يقرأ موجود على النت، من ال من من أنا أشوف يعني كبيرة علي جدا، أنا أجيب شيء مكتوب على النت وأضعه في صفحتي اللي هي بيور، يعني دائما تبحث عن شيء جديد. هذه التمارين تمارين جيدة، هذه التمارين
احنا اتفقنا ان تاتي بعد فتره الحمار، والسيطرة على التكرار متروك للمدرب، لان هذا ممكن ان تدرب اشبال ناشئين شباب، وكل ما دربت انت وصاعدت الاعمار كل ما كبرت المسافات بين العلامات، يعني كبرت مسافة التنفيذ سواء دحرج أو ركو. تريد يعني تضع متغير آخر غير المناولة الجدارية، أضع هذا المتغير الآخر يكونني سعيد جدا. فأنا دائما يعني عندي كتاب 500 تمرين بكرة القدم، خليت ثلاثة أوبشن. الفعالية اللي يسموها الأساسية تطويرها رقم واحد، تطويرها رقم اثنين، أشياء بسيطة وحلوة، وهو في المطبعة الآن أريد أجدد طباعته إن شاء الله، وإذا تم الطباعة أعلن عنه. خليت مجموعة من التمارين وضعت مجموعة من التمارين من على صفحاتي في الأيام السابقة، أيام ما بيها كورونا، كلنا ندعو الله، يعني إحنا مقبلين على يوم الجمعة، ندعو الله أن ينعم على هاي البشرية برضا، وإذا أنعم برضا علينا ما يبقى لا كورونا ولا هاي. من يستطيع أن يهزم الكورونا في كلمة واحدة؟ كن يطردها أوت عن الكرة الأرضية، هو الله سبحانه وتعالى القوي الجبار صاحب المعجزات. فادعوا معي إخوان، لا تدعون لدعاء ضيق لأنفسكم أو لي، أو ادعوا لكل البشرية، لكل خلق الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة، اليوم 7 مايو 2020. هذا سجل التمرين very 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 يعني physical technical، very physical technical، بيثنين technical اللي هو الدحرجة والتصويب والمناولة الجدارية، هم تدخل من ضمن تسمية مناولة، وبما يعرف بالركض الأفقي 3 مرات. شكرا جزيلا.